يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين التحذير من الركون للدنيا والانشغال بها وبين قوله سبحانه ولا تنس نصيبك من الدنيا؟ أي نعم، لا تنس نصيبك من الدنيا تستعين به على الآخرة، تستعين به على الآخرة. أما إذا أخذت نصيبك من الدنيا وانشغلت به وتركت الآخرة هذا مذموم. نعم. وابتغي فيه، يا أخي اقرأ أول الآية، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. نعم.